الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوان، حقيقة على كما قال فضيلة الأستاذ، لقد كانت زيارتي إلى هذا المكان الطاهر المبارك أول مرة، وقد وجدت فيها ما أتلاشى قلبي وشرح صدري وعلى ذاكرتي في سمو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الاتصال بأهل الله وإلى الاعتراف بأن فضل الله والاعتراف بأن فضل الله سبحانه وتعالى لا يزال ناشرا جناحه على هذه الأمة المحمدية المباركة، رغم ما ظهر من تيار ضالة، ورغم ما ظهر من أعداء يكيدون الإسلام كيدا، ورغم ما ظهر من أعمال تخالف الشريعة المحمدية ويريد أصحابها أن يقضوا على ديننا الحالي في بلاده، رغم كل هذا قيد الله لهذا الدين ولهذه الشريعة المباركة ولهذا الإسلام الخالد الذي لم يطغ الله دينا غيره، قيض له رجال، وهؤلاء الرجال هم شيوخ الطريق، هم شيوخ الطريق الذين كرسوا حياتهم وفنوا أعمارهم في الدعوة إلى الله وفي إعلاء كلمة الله وفي تبليغ شريعة الله إلى الصغير والكبير وإلى الشيخ والعجوز. لقد كان من بين هؤلاء الإمام الجليل الشيخ حمزة، رأيته الذي رأيت منه الفناء في الله سبحانه وتعالى، ورأيت منه التضحية في سبيل الله، ورأيت منه نكران الذات، ورأيت منه ما يذكر بالشيوخ السابقين، بالشيوخ العارفين، بالشيوخ الذين ضحوا بجاههم ومالهم وذاتهم في سبيل التعريف بدين الله سبحانه وتعالى. لقد لمست هذا في هذا المكان، وإن كنت قد لمسته قبل هذا منذ شهرين لما زارنا الشيخ المبارك في زوجتنا بطنجة، لكن الآن لقد لمست هذا وتحققته وعرفته وصرت من الداعين ومن القائلين، من أراد الهداية ومن أراد بطولة ومن أراد معرفة الله ومن أراد طهارة نفسه ومن أراد تفريق به فيلزم الشيخ في طريقته، ويلزم الشيخ في تحيته في صحبته ويخلص في معاملته، فإنه الرجل الذي الآن يا أمامنا الوحيد الذي يدعو إلى الله على مصلحتنا. ومن فضيلة هذا الإمام وهذا الرجل ومن فضله أنه في هذا الوقت الذي نرى المجامع تجمع والمؤتمرات تعقد للهو واللعب وللخرافات وللألاعيب، نراه جزاه الله خيرا يجمع قلوب الصغير والكبير، قلوب الشبان والشابات على دين الله وعلى لا إله إلا الله، ويلقنهم الفناء في الله ويذكرهم بحكاية الصالحين التي تنير القلوب والتي تحيي النفوس. ففي هذا الوقت صار الشيخ مثالا ونبراسا لأهل الطريق. بعد هذا نقول إن التصوف هو المذهب الوحيد في المذاهب الإسلامية، مذهب الإحسان الذي يعمل على تثبيت الإسلام تثبيت الإيمان في القلوب وعلى الدعوة إلى الله على نور وعلى بصيرة وعلى الحكمة والحكمة. فالآن هؤلاء الشباب وهؤلاء الشيوخ وهؤلاء الكهول وهؤلاء العجزة مجتمعون على صعيد واحد لإحياء ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من سبب الداء لهذا؟ هذا الشيخ المبارك، فالجزاء عند الله والثواب له عند الله على هذا الجوع الذي هي معه، لا سيما وقد امر الله سبحانه وتعالى وامر المؤمنين بان نحيا ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، امر في القران فقال سبحانه وتعالى: ذكرهم بايام الله. اذا امر الله ان يذكر ان تذكر الرسول امتها بايام الله، تذكرهم بما يعطيهم الله من رحمه وخير وبركه، فاي فضل واي خير واي رحمه افضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب على كل مسلمين، على كل مؤمنين، على كل صادق في دينه ان يحيي هذه الذكرى، ليحيي الايمان في قلبه ويتذكره بايام الله، وافضل ايام الله ايمانه بالله ورسوله. ثم الله سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله يأمرنا ألا نفرح بدنيا ولا بجاه ولا بعن، ولكن نفرح بما أعطانا الله من رحمته وفضله، وأي فضل وأي رحمة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا يجب على كل بيت وكل رجل وكل صغير وكل كبير أن يحيي ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى قول قائل وإلى مدعي وإلى جاهل وإلى منكر وإلى مليك وإلى كافر الذي يحارب ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحارب ذكر رسول الله الا المنافق المرتاد، الا الكافر المظلم القلب. ذكر رسول الله تحيي القلوب، لان الله بحمد الله وبرحمته الذين يفرحوا. فضل رسول الله ظاهر، بفضله سن خير الامم، بفضله سن افضل الامم، وبفضله سن نحن على الانبياء يوم القيامه، وبرحمته عليه الصلاه والسلام رفعنا الله العذاب الذي كان يجيع الامم، فكان يجيع الامم الخصره والمسخه والغرق والحرق. نحن بفضله ورحمته صلى الله عليه وسلم رفعنا هذا الكيل، فيجري العذاب ويكون مجزءا، تنزل العذاب ويكون في نجاه، اما يزيد كما جعل الامم السابقه، كما اغرق الله الامم السابقه وكما حرقهم وكما خرج بهم، فهذا مأمون ما نحن مأمنه برحمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا صار يا عباد الله الاحتفال بمولد الرسول عسى من اوجب الواجب في هذا الوقت، لا اذا كان مستحبا وكان سنه منذ سنه او سنتين او منذ عامين صار واجب في هذا الوقت، لانه هو الذي يذكرنا الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يذكرنا بموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بموقفه وكفاحه وجهاده ونضاله ومحاربته للكفر والالحاد. هاجر صلوات الله عليه، هاجر بأولاده، هاجر بنسائه، هاجر وطنه في سبيل دين الله، في سبيل كلمة الله. فذكر رسول فذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكرنا بهذا، فتحيي في نوجد الكفاح في سبيل الله، تحيي في نوجد النضال في سبيل لا إله إلا الله، تحيي في نوجد القيامة في وجه الأعداء، في وجه الدينيين، في وجه من يريد أن يقضوا على ديننا وعلى شرفنا. فلهذا كان الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، بل من أوجبها وأوكدها في هذا الوقت. ولهذا أعود فأقول إن الفضل في هذا الجمع المبارك، في هذا الجمع المبارك، في هذا الحج الجامع، يرجع فضله إلى الشيخ المبارك الشيخ حمزة الذي ما زال ولا يزال يبت ويبت ويعلم ويلقن لا إله إلا الله محمد رسول الله بشروطها الكاملة، وينير القلوب ويضيع القلوب، فجزاه الله عنا خيرا وأكرمه بما أكرم به الصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.